تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أعلنت مدى فعالياتها لمدة شهرين لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية، والموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي أعلنت الوزارة مدى فعالياتها لمدة شهرين اعتبارا من نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. المبادرة دي كانت هايلة من ساعة ما ابتدت، واحنا يعني اتفقنا خير ان هي تمدد شهرين كمان، وعلى اساس كده جهزنا عروضنا، وكل الحمد لله السلع الاستراتيجية موجودة باسعار كويسة جدا، على الرغم من الازمة العالمية اللي بتأثر على كل دول العالم وخاصة الشرق الاوسط، بس الحمد لله كل السلع موجودة وباسعار كويسة جدا. والله المبادرة بصراحة جت في وقتها، يعني بالنسبة للاسعار اللي موجودة هنا لما تيجي تقارنها باي اسعار بره لا فرق جامد صراحه. المبادره ديت بنشكر الرئاسه ووزاره الداخليه على المجهود دوت، ونتمنى ان هي تستمر على طول. وتشارك في هذه المرحله 28 سلسله تجاريه باجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهوريه. وقد أشاد المواطنون بحرص الوزارة على مد فعاليات المبادرة مع توفير السلع بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة، ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. دي حاجة كويسة جدا من سيادة الرئيس، بنشكره عليها ان هو كمان بيمدها كل فترة. جيت هنا ولقيت كل المنتجات هنا عليها خصومات فعلا، وان المبادرة فعلا شغالة ومستمرة لسه. استفدت طبعا من المبادرة، بشتري طبعا الحاجات الاستراتيجية دي على طول بالاسعار اللي انا على قد يعني، لان هي بره موجوده باسعار اغلى بكتير. ما بنعرفش نشتري حاجه من بره، لكن هنا بنلاقي كل احتياجاتنا بسهوله وكل الاحتياجات متوفره. احنا بنشكر سياده الرئيس على المبادره، لانها فعلا فادت كل المصريين. شكرا يا رئيس. كما تم اقامه 4 معارض رئيسيه تتوفر فيها كافه انواع السلع بجوده عاليه واسعار مخفضه. هذا في الوقت الذي تواصل فيه منظومه امان التابعه لوزاره الداخليه مشاركتها في المبادرة من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع الوزارة على الإنترنت. وتأتي المبادرة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتي تؤثر على أسعار السلع. تواصل ومد فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية إنما هو تأكيد واضح من وزارة الداخلية على أهمية دورها الاجتماعي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ففي إطار المبادرة يتم توفير كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية في السلاسل التجارية والمنافذ والشوادر المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.